إذا بدك تطلع مرة ثانية على الشميت ريجر. إحنا كنا رسمنا المرة الماضية الشميت ريجر واللي عملت له إنفيرجن ضبطته، راح تصير العلاقة ما بين الإنبوت والأوتبوت. هذا خط مستقيم. أوكي ماشي. طبعاً أنا ضبطت الإنفيرجن هون، ضبطت الإن بحيث إنه صار البوزيتيف بعطيني بوزيتيف والنيجاتيف بعطيني نيجاتيف. مش هيك متذكرين هذا الشميت ريجر؟ وهاي هاي الديد باند صارت. هلا لو انا بدي اصمم الشميت تريجر ما بديش، لانه احيانا انا ما عندي بلس وماينس، عندي سيجنال مثلا من 0 ل 5 فولتس. فنفترض انا عندي هاي بلس 5 فولتس وهاي شغلتها هون 0. الشيء هو بدك تستعمل حذر شديد اذا بدك تعمل امبليفيكيشن بهاي، بس انا هون راح احط ابلكيشن، نطبق ابلكيشن من هون. هلا احنا كنا اللي نعمله كنا نحط هذه هون مقاومه، وخليني افترض انه هذول مقاومتين متساويات R1 R1. هلا هون هذا الاختلاف رح يصير. هلا رح نشوف، رح ناخذ هاي نعمل بوزيتيف ولا نيجاتيف فيدباك بالشميت تريجر؟ بوزيتيف. بوزيتيف الحاله الوحيده اللي بنعمل فيها بوزيتيف، لانه انا مستعمله هذا الجهاز حتى اعطيني ريجنريشن، فجاه يقلب فجاه من جهه لجهه ثانيه. كل الحالات الثانيه رح تلاقوها بتكون نيجاتيف فيدباك، بس هذا السيستم انا بدي اياه انستابل. هاي عندي هون بوزيتيف وهي عندي هون في انبوت اوف تي. لو في انبوت اوف تي سيجنال بتتغير شوي شوي وبدي اعملها شميت تريجر، لكنها بتتغير ما بين 0 فولت و 5 فولت. بدي احولها انا للوجيك، مش هيك؟ ليش بدي احولها للوجيك؟ وين بدي اوديها؟ بيك كنترولر، على بيك مايكرو كنترولر او لوجيك سيركت او شو. وهي بتمثل شيء بالنسبه لي، يعني هاي بتمثل مثلا حراره، افرض حراره مثلا، ممكن اذا بدي الحراره اعلى من قيمه معينه او تبقى قيمه معينه، او انت افرض حاطط هناك لمبه مثلا او وهون ريسيفر وبدك تشوف لما الناس يمروا. هذا ما راح اضمن دائما انه يكون عالي عالي او واطي واطي، راح يعطيني هاي السيجنال. انا بدي اعملها شاربنينج، فبدي اجي اقرر. طبعا هون راح يصير في عندي تو ليميتس على فكره. ليش تو ليميتس؟ عشان لو الهاي تمام، اذا هو بزيد، هو بزيد ما راح يتغير الاوتبوت غير لما يوصل اي نقطه اللي فوق هاي، وهو بينزل ما راح يتغير الاوتبوت غير لما يوصل اي نقطه. اذا وين الديد باند عندي؟ هيو في عندي هون ديد باند. هلا الحل الامثل انا اللي وجدته انه هون نشبك هاي على نص السبلاي. اذا شبكت هاي على نص السبلاي بتعطيك شميت تريجر وبيشتغل بشكل ممتاز. هلا اطلعوا ايش راح يصير عندي. نفترض هذا R1 بيساوي R1، عندي هذه 5 فولت وهذه 2.5 فولت. قديش راح يكون الفولتج هون لما يكون الاوتبوت هاي؟ يعني هاي اوتبوت قديش راح يصير الفولتج تبع النقطه هاي؟ 5 ناقص 2.5 مش هيك؟ على 2، لان هذول الاثنين متساويه. فبصير عندي الفي اوتبوت لما الاوتبوت هاي، لما الاوتبوت هاي اوكي. ايش الاوتبوت؟ لما يكون الاوتبوت بيساوي هاي معناها الاوتبوت 5 فولت. اذا بيساوي 5 ماينس 2.5 في 1 على 2 اللي هو قديش بيطلع؟ 125 بيطلع عندي 2.5 1.25 فولت مش هيك؟ عفوا ايش؟ لا مو 5. علي صوتك مش 2.5 يعني 375 فولت. لا ما هو الفرق بين فرق بين انت اذا بدك مزبوط. لا مزبوط كلامك، صحيح، احسنت، اشكرك اشكرك انك ممتاز، صح صحيح. هاي 5 وهاي 2.5 هاي رح تكون بينهم بالنص مزبوط، فرح تكون 3.75. هاي بتساوي هون 3.75. بعدين عندي لما يكون الفي اوتبوت، لما يكون الاوتبوت لو، ايش رح يصير عندي؟ رح يصير عندي هذا زيرو عفوا هذا زيرو وهذا 2.5 مضبوط. اذا رح يكون بين الزيرو و 2.5 فرح يصير عندي 2.5 ماينس زيرو على 2 زائد زيرو. 2.5 على 2 1.25، فصاروا هدول. هذا رح يصير عندي 3.75 وهذا رح يصير 1.25. هيك تشتغل الدائره؟ ممتاز، بتشتغل بشكل ممتاز. ما بدك الليمتس هدول، بامكانك تختار ليمتس ثانيه من هون. إذا اخترت مقاومات ثانية راح تلاقي هذا بيقترب من هون وهذا بيقترب من هون، أو بتقربهم من بعض حسب. بس هذا ريزونبل، يعني إذا الثريشولد 3.75 مناسب و 1.25، أنا هون أخذت الربع هون والربع هون والنص هون. غير المقاومات هذول راح يتغير معك لإشي ثاني دائرة. كمان هذا اللي بحب يشتغل مشروع زي هيك ممكن يكون مشروع شميت تريجر عادي. نعم.